أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في قطع المرأة للصلاة في الحرم؟ يا أخي، المرأة وغير المرأة، المرور في الحرم جائز بين يدي المصلين لأمرين. الأمر الأول أن سترة الإمام في الفريضة أو في صلاة التراويح أو غيرها من صلاة الجماعة، سترة الإمام سترة لمن خلف، فلا يمنع المرور إلا بين الإمام وسترته فقط. الأمر الثاني أن الحرم زحمة وضرورة، كل ما اشتد الأمر اتسع ولله الحمد، فلا مانع من ذلك للضرورة. نعم.